يا رنا. رنا الو، رنا الو، ازيك يا رنا؟ اخبارك يا روق؟ عامل ايه؟ اخبارك يا رنا؟ انت فين؟ انا موجودة. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، كل سنه طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب، كده من غير عياط ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكلك شخصيه قويه وجامده كده ومتماسكه. يعني شكلك مش بتعيطي بسهوله يا رنا. بصي، مش بعيط بسهوله، بس ما بمنعش نفسي. يعني لما بحس ان انا عايزه اعيط بنطلق، ما بحب ادي لكل احساس حقه، اللي هو انت مبسوطه تنبسطي للاخر، حاسه ان انت عايزه تعيطي لا ما تكبريش، حتى لو حاجه تافهه، حتى لو حاجه صغيره، حتى لو قدام حد، حتى لو قدام حد لا ما بيفرقش معايا بقى، انا اهم حاجه ان انا ابقى مرتاحه من جوايا، فقدام حد بقى، في نص الشارع، في شغلي، في اي حته، لا بنطلق وبعيط. يعني ما بحبش اكبت. يعني انت حتى لو في الشغل وعايزه تعيطي بتعيطي، مفيش حاجه بتوقفك؟ لا لا خالص. طيب. ممكن اطلع اقعد في حته لوحدي، ممكن لو مش قادره اقوم بعيط مكاني، مش بحسها حاجه تكسب خالص. يعني لا بالعكس. طب رد فعل الناس اللي حواليكي بيحسسوكي بضعف ولا بيدعموكي وبيقووكي؟ هما طبعا لا بيدعموني طبعا، بس انا عامة يعني مش بيفرق معايا رد فعلهم. يعني في ناس ممكن لو عرفوا سبب مثلا ان انا بعيط يتفهم مني، فانا مش بديهم اهمية. انا بس حاسة انا الاهم ان انا اكون مرتاحة نفسيا من جوايا. انا لا هما فكرة ان هما باصين لي ازاي، ولا هتخليني مرتاحة، ولا هتخليني معيطش، فالاهم بالنسبة لي ان انا اكون مرتاحة. بس هما بصراحة يعني معظم الناس لما بتلاقيني بعيط او حاجة لا بيدعموني، يعني مش بيتريقوا خالص. طيب رنا، يعني دايما اكتر حاجه ممكن بنعيط او بنبكي، يعني لو حاجه بتضايقنا، مشاعر حزن، مشاعر لا قدر الله فقدنا حد يعني، لكن دايما كده ايه بيقولك في حاجه اسمها دعيات الفرحه، الواحد كده ايه دموع الفرحه. دموع الفرحه. انا عايز اعرف بيجيلك امتى بقى دموع الفرحه دي؟ يعني انا عمري ما جات لي دموع الفرحه دي. كده بتعيط لبنتها ولا لابنها وهو بيتجوز وهي بتزغرط كده وبتعيط؟ ايوه الدنيا جميله. راح فين زمن بكاء الفرحه ده؟ لحد دلوقتي. لا يعني انت جات لك قبل كده دموع الفرحه دي يا رنا؟ كتير كتير، لما بلاقي مثلا في كل افراح صحابي، بجد من كتر ما انا ببقى مبسوطه قوي بلاقي جسمي بيقشعر كده وبعيط غصب عني. برده مره واحده صاحبتي كانت وحشاني جدا وجت من السفر، اول ما لمحتها خارجه من المطار انا يعني اللي هو قعدت اعيط بقى، اللي هي اللي قعدت تهديني. فانا بحب دموع الفرح دي بشكل انت مش متخيلينه، بجد بتبقى معبره، اللي هو يعني قمة فرحك اللي انت حاسه بيه بيترجم في شكل دموع. بس انا عايزه اقول لك موقف. ايه بقى؟ من ضمن الحاجات اللي تافهه قوي، اللي هي تافهه بس هي مش تافهه. في فتره من حياتي كنت مضغوطه جدا في الشغل، ويعني عندي ضغط كتير كتير كتير، وانا عماله بقى ايه بشتغل ومش حاسه. فالفتره دي بجد من كتر ما انا كنت مضغوطه، مره مروحه وماما كانت عامله العشاء، وبعدين انا ما بحبش البصل، فهي كانت عامله سلطه بصل وانا بحب السلطه جدا. اول ما لمحت البصل في السلطه قعدت اعيط. قعدت تعيطي؟ ايوه بتحصل. عيطت عيطت. بصل وسلطه. بس انت ما بتعيطيش عشان السلطه، انت عندك مشاعر كبتاها وطلعت في السلطه. طلعت في البصل. ايوه ايوه صح. وهم مصممين ان لا انت اكيد ما بتعيطيش عشان البصل، ايه اللي حصل؟ صح ماشي. وانا فعلا بجد كنت منهاره بسبب الضغوط اللي عليا وطلعتها في البصل بقى. اهم حاجه لا عايزين دموع الفرحه زي ما قلنا كده، يعني دي احلى حاجه. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا رنا.